Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le best alaikum, c'est la best. Wa akhiran, tiens les vidéos sur YouTube. صراحة كنت كنتمنى يكون هذا الفيديو قدرت نحطه لكم قبل، ولكن للأسف كانوا تراو دي بروبليم مع بيستي مع دي فيديو اللي مشاو لي دي سيدي عابد. الوغ اضطريت انني ما بقاش واقف عند ديك النقطة، على ما لقى لي فيديو دي سيدي عابد وعلى ما لقى بزاف ديال الحوايج اللي مشاو لي متعلقين بديك لا فيديو، قررت انني ندير فيديو واحدة اخرى متعلقة هذه المرة بمجال ديال التصوير واللي داخلة في الفقرة ديال ملزوم. الفيديو اليوم غادي يكون متعلق بواحد لابليكاسيون اللي فريمون كيسولوا عليها بزاف ديال الناس. كلشي كيسول في انستغرام باش كتصيب التصاور ديالك، شمن تليفون كتصور، علاش هادوك التصاور كيطلعوا هكاك وتصور بحالهم، زعما ما كيطلعوش بنفس الكاليتي، ما كيطلعوش بنفس الالوان. الحل هو بسيط، اللي بغيت نقول لكم هو اي شخص كيحط تصاوره في انستغرام وكيبانوا لكم تصاور زوينين، راه عمرو ما كيحطهم كما تصورهم، ضروري كيدوزهم في دي زابليكاسيون اللي كيكونوا كيديروا ليه دي فيلتر زوينين، كوريكسيون ديال لي كولور. اليوم جيت واحد لابليكاسيون اللي كيخدموا بها بزاف ديال لي انفلونسور، كيخدموا بها بزاف ديال الناس، اللي هي لايت روم. اليوم غادي نطرقوا لكاع التفاصيل ديال لايت روم. لابليكاسيون خاصها شويه ديال لابراتيك باش تولي فريمون بروفيسيونيل فيها، حيت الواجهه ديالها ماشي شي واجهه اللي معقده بزاف. وغير باش نقول لك، تصاور اللي كيكونوا دايزين في لايت روم الصورات ديالهم بسيطة، ماشي بالضرورة أنهم يكونوا مصورين بشي تليفون زعما لي واعر ايفون 11 ولا شي اس 20 ولا جو سي با، ولكن أهم حاجة أنهم يكونوا تصاور نقيين، يعني الكاليتي ديالهم زوينة، ماشي بالضرورة أنهم يكونوا جو بونس فهمتوني شنو بغيت نقول، ماشي بالضرورة أنهم يكونوا فريمون كاليتي واعرة، ولكن كاليتي مقبولة ديال التصاور تقدر تدوزها في لايت روم وتعطيك ريزولتا فريمون زوينة. اليوم بغيت نقول لكم باللي كاع التصاور تقريبا اللي غتشوفوا في هذا الفيديو مصورين بالتليفون ديال اختي الصغيره شاهد اللي كنبغي ندير لها ديديكاس من هذا الفيديو. التليفون ديالها اللي فريمون الثمن ديالو تقريبا ما بين 1650 1700 درهم، ريلمي 5. يعني باش نبين لكم باللي ان اهم حاجه في الصوره من غير الكاليتي ديال التصوير هي الايديتينغ. مهم الايديتينغ اليوم غادي نخلي لكم كوم سكرين باش هكا تتبعوا معايا الايديتينغ كيفاش غادي يكون بكاع لي زيتاب ديالو من البداية حتى الاخر. نختارو لي فوتو ديالنا، دخل هنا كاين هادي، نختارو هاد لا فوتو، نبداو بها هي الاولى، نديرو ليها انفوي، كنمشيو كنقلبو على لابليكاسيون لايت روم ال اغ، كطلع لينا هنا اجوتي، اجود لا فوتو الالبوم ديال لايت روم، كنخرجو كنمشيو لابليكاسيون لايت روم. ملي كنمشيو لابليكاسيون لايت روم كنجيو هنا لالبوم 2 كنلقاو لا فوتو ديالنا. الواجهه ديال لايت روم هي كالتالي، لي زوبسيون اللي كنت قلت لكم سو سون دي زوبسيون اللي خاصكم بالضروره انكم تخلصوا عليهم باش تقدروا تخدموا بهم، هي لوبسيون سيليكتيف ولوبسيون ديال كوريكتور. هاد لي زوبسيون تقدروا تلقاهم في دي زابليكاسيون وحدين اخرين كالمثال ديال لابليكاسيون سناب سيت ولا فوتوشوب. اوكي ليتاب لي تقدر تهمك الا كنتي غادي تبوستي لي فوتو ديالك في انستغرام اللي هي الغوكادغاج، كتقدر تغوكادغي لا فوتو ديالك على حساب البلاصه فين غادي تبوستيها، واش 1 سور 1 4 سور 5 على حساب. حنا لا فوتو ديالنا ديجا اون بون غوكادغاج، الوغ غادي نمشيو كاين هنا البروفيل، البروفيل اللي كيعطيك ديجا دي بحال قلتي دي فيلتر اللي ديجا هما مقادين، حنا نو حنا بغينا نصايبو فيلتر ديالنا بوحدنا. كاين هنا الاوتو ايديتين، وكاين هنا لوميير. اول حاجه اللي نوصيكم قبل ما تبداو تمونطيو لي فوتو، قبل ما تبداو ديروا الايديتين ديال لي فوتو ديالكم، هي ان لا لوميير لا ليمونوزيتي ديال التليفون تكون مجهده باش تقدر تعرف لي كولور على حقيقتهم. شي بزاف ديال الناس كيديروا ايديتين في ليمونوزيتي اللي هي هابطه في الاخر، كيتصدم بدي كولور اللي هما في شكل. اول حاجه كنمشيو بها كنمشيو لها هي لوميير. لوميير كنمشيو كنقادو ليكسبوزيسيون على حساب حنا شنو الالوان، شنو على حساب القدر ديال الالوان، القدر ديال الاضاءه اللي بغينا.
دي فوا كنكونوا مصورين فشي بلاصه اللي فيها الاضاءه ديال فيها بزاف ديال البراش مثلا النيون ولا هذا، وكنبغيو ان الاضاءه تبقى تبان اكثر منا، داكشي علاش كنقادو ليكسبوزيسيون. هنا ليكسبوزيسيون غنقصها واحد شويه، الكونتراست حتى هو غادي نقصو شويه. هنا لاوت لوميير على حساب انت وشنو بغيتي. انا هنا غادي نقص لاوت لوميير شويه وغنرجع نزيد في ليكسبوزيسيون واحد شويه باش هكا تبقى عندي الاضاءه مقاده. هنا لومبر، هنا الظل، يعني كتحكم هنا بالمستوى ديال الظل ولا الكثافه ديال الظل في الصوره ديالك. وهنا مستوى ديال اللون الابيض اللي انا كنفضل في الصوره انه يكون شويه طالع. وهنا المستوى ديال اللون الاسود او الحده ديال اللون الاسود او سواد الالوان. من بعد كندوزو ليطاب لي الثانيه واللي هي الواجهه ديال الالوان لي كولور. هنا تقدر ترجع الصوره ديالك نواغي بلون بكل بساطه بضغطه سر وحده. فاش كتغرك على ديك نواغي بلون كترجع الصوره ديالك نواغي بلون. حنا اليوم بغينا نخدمو على صوره بالالوان، يعني كنمشيو اول حاجه كنمشيو للتمبيراتور ديال الفوتو. هنا كلما زيدتي الفوتو اللون الازرق قد ما كتولي الفوتو بارده، قد ما زيدتي الفوتو ديالك الكورسور ديالك اللون الاصفر قد ما الفوتو كتعطاوها دي افيت شالر. هنا لاتانت اللي تقدر تختارها ميله للخضوره ولا ميله للون الغوز. من الاحسن اغلبيه لي فوتو كتبقى لاتانت شويه ميله للغوز باش هكا كتعطي واحد لاشالوغ حسن للتصوير. هنا لا فيبرانس، لا فيبرانس ديال لا فوتو تقريبا هي حده الالوان في الصوره. لاحظتوا ان هنا الصوره كتولي فيها الوان زاهيه بزاف. هنا كنحاول نقص نحطها مويان. وهنا ساتوراسيون اللي هي الامتلاء ديال الصوره بالالوان ولا اشباع الصوره بالالوان. هنا اللي كنفضل انها تكون صراحه في مستوى ديالها، يعني ما نحاولوش نلعبوا بها بزاف حيت الاحسن ان الصوره تبقى في الالوان ديالها العاديه وعاد من بعد كتقدر تبدل لي كولور. هنا ملي كنجيو للميلانج كنلقاو عندنا بزاف ديال الالوان. هنا هادو الالوان اللي كيكونوا في جميع الالوان اللي عندنا في الحياه هما هاد الالوان هادو اللي كتقدر تلعب بهم ببساطه. مثلا هنا عندي نمشيو للون اللي واضح بزاف في الصوره اللي هو اللون الازرق، ملي غنمشيو للازرق نقدروا نلعبوا به كما بغينا بانك تهبط ولا تطلع المستوى ديالو. بالنسبه للناس اللي مبتدئين في اللايت روم من الاحسن انك تخدم بهذا النيفو ديال هاد الالوان، الاحسن انك تخدم بهاك. الناس اللي شويه تعلموا شويه في لايت روم قدروا انهم يافونسيو شويه، من الاحسن انك تخدم لوبسيون ديال الكورسور. الكورسور كيفاش كتخدم به؟ كتجي كتضغط على اللون اللي بغيت. مثلا انا بغيت اللون الازرق كنزيد في الساتوراسيون ديالو ولا كنقص في الساتوراسيون ديالو. اولا هنا بالنسبه للاطان كنميل لاطان ديالو الغوز قد ما نقدر نرجع على الاخضر. اليوم فهاد الصوره من الاحسن على حساب انت وشنو اللون اللي كيبان لك. انا كيبان لي هاد اللون هو اللون اللي خارج على مود بور انستا ويعجبني، الو غنخلي هاد اللون وغادي نمشي نشوف شويه الساتوراسيون واش الساتوراسيون هي هذيك ولا خاصها تزاد شويه. هنا الاضاءه ديال هاد اللون كتخليك كتحكم بالاضاءه ديال كل لون بوحدو. كندوزو ليطاب الاخرى هي اننا كنمشيو للون البشره حتى هو كنحاولو ندقوه شوفو لون البشره اللي ملائم للصوره. هنا في هاد الكورسور كتقدر انك تزومي على لا فوتو وتحكم بكل لون بوحدو بسهوله. لون ديال البشره، لون الاضاءه، لون ديال الطبيعه اللي وراك، لون ديال اي حاجه كتمشي كتكليكي عليها كتحكم به بوحدو. كل لون كتحكم به بوحدو، لا بالنسبة للإضاءة، لا بالنسبة للساتوراسيون، لا بالنسبة لأي حاجة بغيتي كتحكم بكل لون بوحدو. هنا إلا لاحظتو بلي لافوتو ديالنا مبقاش ليها بزاف وتوجد كتبان حسن من لافوتو اللي كانت في البداية. أنا غنوريكم لافوتو اللي كانت في البداية باش هكا تعرفو علاش داوي. ها لافوتو الأصلية، ها الصورة الأصلية، ها الصورة من بعد شوية ديال اللعب في لافوتو. نمشيو لجانب اخر من الصوره واللي هو لي زيفي. فاش كتوصل للبلاصه ديال لي زيفي كتولي عندك انك خيار باش تزيد في التكستور ديال لافوتو، يعني
في الحده ديال الجوانب ولا الحواف ديال الصوره. هاد المرات كتكون عندنا الصوره شويه باهته، نقدروا نزيدوا في الحواف ديالها، قد ما هبطتي في الحواف قد ما كتولي لا فوتو شويه مضبه. على حساب الا كانوا عندك مثلا شي نوتوات ولا شي حاجه اللي كتبغي انك تدرجها بليفي، تقدر انك تنقصها بانك تنقص التكستشر. انا كنفضل ان نزيد التكستشر شي شويه على لا كلارتي ديال لا فوتو، حتى هي تقريبا ميم شوز مع اضافه خفيفه. هنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا جوانب اللي كتكون فينيات اللي كتكون مظلمه شويه ولا اللي كتكون ضاويه شويه، على حساب على حساب لا فوتو شنو هذا. انا الفوتو ديالي غادي نحاول نقص الفينيات شويه. هنا كيبقى لكم بزاف الخيارات انك تكونسونطري على الوسط ولا تبعدها على الوسط. هنا واش كونتور اروندي ولا يكون زعما حواف يكونوا هما كيبانوا لكم هنايا انا اروندي على شكل بيضاوي واضح، ولا هنا اللي كيكون زعما مخفي شويه كونتور بروغريسيف. هنا لاغونديسمون واش بغيتوه يكون، المهم انا غادي نقص لكم هنا باش يبان لكم شنو المقصود بلاغونديسمون، انه واش بغيتي الحواف انهم يكونوا دايرين ولا يكونوا غير مسطحين. هنا نيفو دو كان، هنا النقطه اللي كيشوفها بزاف ديال الناس اللي هي متعلقه كتشوف في التصوير بعض المرات كيكونوا فيها انقطاعات صغار اللي كيعطيو واحد الجماليه اكثر، ولا اللي كيخليو الصوره غادة الجانب ديال انها صوره احترافيه ولا صوره اللي متعلقه بتليفون كيكون غالي شويه ولا مثلا بواحد لي زيفي اللي هما سبيسيال ما متاحينش لكل شيء، هما اخويا مخدومين غير بلايت روم. هنا كتقدر تزيد في لاطاي ديال دوك لي غران وتقدر تهبطهم، وتقدر تزيد في لا ريغوزيتي ديال دوك لي غران يعني في الحده ولا الحروشيه ديال دوك النقيطات، ولا تقدر تهبطها. ومن بعد كتمشي الكوتي ديال لي ديتاي. لي ديتاي هنا كيما قلت لكم بعد مرات كيكون عندنا صور اللي بغينا فيهم دي ديتاي اكثر، نقدروا نزيدوا لي ديتاي كيما كتشوفوا دابا. ها الصورة قبل، ها الصورة حاليا كي ولات. هنا شوية غادي نقصو حنا شوية من لي ديتاي. و بقى الفقرة الأخيرة، المهم هنا هادشي كامل متعلق بلي ديتاي، لي غايون دي ديتاي، الماسكاج، ريدكسيون دو بروي، على حساب انت شنو كنتي، على حساب لا فوتو ديالك، لي ديتاي لا فوتو ديالك. دابا نمشيو لسوفكارد ديال التصوير ديالنا، كيفاش الصورة ديالنا نقدروا أننا نحفظوها، وكيفاش أننا نقدروا من هاد الصورة إلا كان عندنا بزاف الصور في نفس الموقع بنفس الإضاءة أننا نحافظو على هاد الفلتر. كنمشيو لي بارامتر بخي ديفيني، كنمشيو بيتا هنايا فوق، كنديرو كريي ان بارامتر بخي ديفيني. مني كدير كريي تقدر تختار ليه نو، مثلا أنا الصورة في الوالدية غادي ندير والدية، غادي نسوفكاردي. مني غادي نجي لهنايا البارامتر بخي ديفيني، غادي نقلب على بارامتر بخي ديفيني دي ليتيليزاتور، غادي نلقى والدي ها هو لافي ديالي، يعني حتى الا حيدت لافي من التصويره نقدر نجي هنا نلقاه بسهوله. هنايا الا غلطتي ولا مثلا ما عجبوكش الوان وبغيتي ترجع الصوره للاصل ديالها، كتقدر دير فيرسيون كترجعها لوريجينال. دابا غادي نمشيو كيفاش نقدروا نسوفكارديو لا فوتو ديالنا. كتجينا بكل بساطة كتمشي لهاد ثلاثة النقيطات د بارطاج، كتجي هنايا سو بارطاجي سيغ، إلا كنتي غتصيفطانيش على الانستغرام ولا لشي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا اونجيستخي سيغ اباغاي. وبهكدا لا فوتو ديالنا واجدة، ونقدروا نستعملوها انستغرام فيسبوك ولا في تويتر ولا في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بكل بساطه. مهم نتمنى تكون الفيديو ديال اليوم فريمون استفدتوا منها، والحاجه اللي بغيت نقول لك هي الا عندك شي هوايه كمل فيها، ماشي بالضروره الماتيريال، ماشي بالضروره انهم يكونوا عندك دوك لي زوبسيون دو توب باش انك تحقق داكشي اللي بغيتي، حيت كما وريتك اليوم التليفون بسيط اللي الثمن ديالو جو بونس ما بمقارنة مع الهواتف اللي كاينين دابا، التليفون اللي كاينين دابا كيتعتبر من الفئة اللي رخيصة، وتقدر تطلع به دي ريزولطا بحال هادو ودي ريزولطا احسن من هادو الا بقيتي كتريني بزاف على اللايت روم. هذا كان فيديو متعلق بالفقرة ديال ملزوم، نتلاقاو في ساعة